شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتحالف شركات شيان للهندسة الكهربائية وشبكة كهرباء جنوب الصين الدولية وهواوي تكنولوجي، وذلك في مجال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة وتقليل الفقد في الكهرباء. جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والمنعقدة بالعاصمة الصينية بكين، كما تأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود المستمرة للدولة في تطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت نموذجا للتعاون الاقتصادي مع الاستثمارات الصينية، وخلال مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الصينية بكين مع المطور الصناعي الصيني تيدا مصر، أوضح مدبولي أن مصر استطاعت أن توفر البيئة المواتية للمشروعات الصينية في مختلف المجالات الصناعية المستهدفة من الجانبين.